عقيمه، بحيث كنشوفوا مثلا ان جل المحاولات كانت فرديه بالنسبه للاعبي فريق الوداد البيضاوي، كانوا دائما يعتمدون عن التمريرات او التسديدات من خارج القوس، محاوله منها لارباك الدفاع، ومن الصعب جدا ارباك الدفاع وانت ترى صور منيع لدفاع النادي القرويه بالفعل. وحتى كنشوفوا بنفس يعني هناك تسرع، ماشي السرعه ولكن كاين تسرع في الاداء، وهذا ما اربك فريق الوداد البيضاوي، لان بكل صراحه الجوله الثانيه جوله اولى كانت جيده، وتنشوفوا دائما فاللاعب ياجور، فكنشوفوا انه وهذه كانت بعض المحاولات اللي كان بامكانها انها في الدقيقه 94 انها يعني تفاجئ فريق الوداد البيضاوي، فكنشوفوا ان اللاعب ياجور محاوله قبل هذه كانت يعني كان تسرع كثير في التسديد، فكان بامكان لان كانت هناك حلول اكثر، لان الموقع الذي يتواجد فيه اللاعب محسن ياجور ماشي، فهذا محاوله كذلك لكن كان تسلل. ربما ان بالنسبه للاعب ياجور نقص المباريات هو ما يؤثر عليه لحد الساعه، وكذلك محاوله اثبات الذات بالنسبه له، محاوله تسجيل هدف يقول انا حاضر بقوه لاكون ضمن التشكيله الرسميه للوداد بالفعل. لكن عندما يكون عندك وسط ميدان يعني ما شفناش تمريرات، هذه التسديده الوحيده المحكمه ديال العريف اللي كانت في اخر لحظه من اللحظات، لكن بكل صراحه فكنظن ان خصوصا في الجوله الاولى التعادل يرضي الطرفين، كان النادي القنطري يستحق التعادل اكيد، النادي القنطري يستحق التعادل خارج الميدان، مع العلم ان هناك نظره حول مباراته المقبله ضد فريق الرجاء البيضاوي، ونعرف الانطلاقه القويه لفريق الرجاء البيضاوي، اعتقد ان فريق الوداد